جزاكم الله خيرا. تقول: أحيانا أحلف على يمين وأرى الذي هو خير فأتي وتكون علي كفارة، فكيف تكون الكفارة بالعملة اليمنية؟ وهل تدفع دفعة واحدة؟ وأنا حين يكون علي كفارة أخرج دائما مبلغا من المال وأقول هذا كفارة لما علي من الأيمان، لا أدفعه دفعة واحدة، فهل هذا يجوز؟ أما ما ذكرته من أنها إذا حلفت على يمين ورأت أن مخالفة خير من الاستمرار معها، هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أما فعلته من هذا، هذا أمر مستحب ومشروع بالكتاب والسنة. وأما إخراج كفارة اليمين من العملة يعني من النقود، فهذا لا يجزي، لأن الله سبحانه وتعالى نص على الإطعام، قال جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمونكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الأمور الثلاثة مخير بينها، وليس فيها إخراج نقود، وإنما فيها إما عتق رقبة وإما إطعام 10 مساكين وإما كسوة 10 مساكين لكل مسكين ثوب، ولا يجزي فيها إخراج النقود. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا تفعل فيما قدمت في بداية الأمر الشيخ صالح؟ إذا كانت قدمت النقود فإنها لا تبرئ ذمتها، فعليها أن تخرج طعاما أو كسوة كما أمر الله سبحانه وتعالى، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. نعم. كيف يكون الإطعام لو تكرمتم شيخ صالح؟ تدفع لكل فقير مقدار 1.5 كيلو من الطعام. طيب هذا إذا أطعمت، وإن أخرجت كسوة فإنها تخرج لكل مسكين ثوب من اللباس المعروف، جزاكم الله، إما قميص وإما إزار ورداء إذا كانوا ممن يلبس هذا اللباس. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.